السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما يسمعون هاي العبارة إن وقت صدام هو الأحسن. لا 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 ولك لا لا هذا الوقت هو الأحسن. وتلقى الناس متمالخين بيناتهم من هو صاحب الزمن الأفضل. لكن قبل ما نقول يا هو اللي زمن أفضل يعني هو خلص يعني ماكو بالدنيا كلها إلا صدام والحكومة الحالية، يعني القصور الفكري اللي أنتم بيه ما يشوف قدامك إلا وقت صدام أو الوقت الحالي. طيب ما يعني ما جربت تقارن صدام مع الدول الأخرى مثلا ألمانيا فرنسا بريطانيا، لكن عقلك ما شايف إلا صدام الحكومة الحالية. هو هذا الإرث اللي أنت تريد تنطيه لأطفالك، إنه ترى ماكو عندكم أي خيار في هذا العالم لو صدام لو الحكومة الحالية. بس عادي مو جديد على العراقيين، لأن العراقيين لما يستعملون خرائط الجوجل أول شيء يروح يدور عليه السطح مال بيتهم. عيني يا أبو الشباب، إحنا نستعمل هاي العبارة إنه وقت صدام أحسن، بس يمته أمام المسؤول نوع من أنواع البسامير نضرب بيها المسؤول بسمار عسى وإن أن يحس ويبدي يشتغل. لكن للأسف البسامير مالتنا كلها انعوجت، لأن المسؤولين اللي عندنا كلهم بدون إحساس. المصيبة أنه هذا البسمار تحول إلى نقاش بين العامة، واحد صار يكره الثاني، واحد صار يعاد الثاني. طيب يا عزيزي يا قليبي، خلينا نعتبر أن زمن صدام هو العصر الذهبي، خلص أن زمن صدام العصر الذهبي، لكن الرجال مات، انتهى، مات وشبع موت. يعني حلبوها بعد ما تشوت؟ ايه تشوت مش هتتحلب. طيب انت قاعد تتحصر مثل شبيك؟ دخلينا بهاي البلوة اللي عندنا شفطة ودمك ودمي. المصيبة انه بعد هذا الحكي كله اللي حكيناه راح يطلع لك واحد ويكتب بالتعليقات لا مو هو زمن صدام كان احسن، يرد عليه واحد لا انت بعثي، راح يقول لا مو انت ايراني، ونظل بهاي السوالف التعبانة. لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا جزيلا.